thank you اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه عقب القصف الشرس للقوات الروسيه على ادلب كان هناك حوار ومهاتفه مع جاك سوليفان ومستشار الامن القومي الامريكي ومن الطرف الاخر ابراهيم كالين باعتباره المتحدث الرسمي باسم الرئاسه ورئيس مستشاري رئيس تركيا والكل استند على الأناضول الوكالة الرسمية للقول و... على أن النقاشات استمرت لمدة خمسين دقيقة حوالي الساعة وكان فيها ومن ضمن مواضيع أفغانستان وكرباخ سوريا وليبيا إذا العملية كلها في كل المنطقة كان هناك استبار للرأي في كل المنطقة خصوصا بالنسبة لليبيا وسوريا وسوريا على التخوف من موجه جديده كما قيل لاجئين سوريين امام العمليه الروسيه هذه كانت الاساس بالنسبه للمحادثات من التسريب التركي لكن من الاتجاه الاخر سنجد ان هناك بناء علاقه بناءه واراده لتدبير نقط الخلاف من جهه اخرى فالاس 400 اساسا هي الاس 400 وقيل بالحرف انظروا امامكم البيان، بيان البيت الابيض سنجد ان الاس 400 يقوض تماسك الحلف الاطلسي وفعاليته على حد سواء، ويرحب بالمحادثات الاستكشافيه بين تركيا وما بين اليونان، فيما اشار الى الحركيه الجديده التي يجب ان تكون عليها العلاقات الامريكيه التركيه. اذا خمسون دقيقة إلى حدود الساعة أو ما يقارب الساعة على حد وصف ما جرى تحديدا من خلال الجانب التركي سنجد الأمريكي يركز على أن الضغط الروسي اليوم بهذا القصف الذي رأيتموه تماما كان بالأساس للقول أن روسيا لا يجب التعامل معها يعني ان بالنسبه لروسيا هي ردت في سوريا وبشكل مكثف على ادلب وفي المناطق التي كانت تكون فيها القوات الامريكيه والتركيه من الطرف الاخر، هذا هو الرد امام الضغط الذي كان اخيرا في البحر الاسود وايضا في البحر الابيض وهذا ما تطرقنا له بشكل مستوف في اكثر من فيديو، اذا العمليه الان هي الضغط الذي مورس في ادلب وروسيا التي تضغط في ادلب يجب أن يتلقى الأتراك دعما من الحلف ليكن واضحا الأمريكيون بالنسبة لهذه الهجمة ومنذ بداية عهد بايدن وجدنا القامش لي تتغير وتوسعة في حميميم وتركيز لترسانة والانتشار الروسيين العسكريين في كل المنطقة إذا العملية كلها تجري بهذا الاتجاه روسيا تعمل على إدلب ومحاولة الوصول إلى الحدود الدولية في شمال سوريا من أجل طرد إيران ذاك يمكن أن تستولي وتس بشكل كامل روسيا على سوريا ولن تكون الى المخاطب الوحيد وغير ذلك وهذا تفصيل يدعمه الاسرائيليون امام الخلاف الجاري بخصوص الاتفاق النووي بين بايدن وما بين تل ابيب، اذا هذه عمليه بالنسبه لروسيا هي مدعومه اسرائيليا بالاساس من اجل هذه العمليه في ادلب هذه ناحيه اما بالنسبه لتركيا فهي تنتظر ما هو موقف الحلف الاطلسي وهل سيحرك ما يسمى بآليه الدفاع عن تركيا هذا هذه الاشاره تحديدا لم تكن على الاطلاق في كل هذه الساعه مما يجعل تركيا تعتمد على نفسها في مواجهه روسيا، خصوصا وان روسيا تطمح الى الوصول الى الحدود الدوليه في شمال سوريا. صحيح ان انقره لا تريد ولا ترغب بأي قطعه ارض سوريه او التجاوز القانون الدولي بقضيه سوريا، انما يجب ايضا أن تكون العملية بدون تهجير إضافي بالنسبة للساكنة، ولا بد في هذه الناحية ومن هذا المنطق الاستيفاء بشيئين اثنين يذكر بهما بايدن هي دولة القانون والقانون الدولي والالتزامات الأخرى المترتبة عنها، لذلك فأردوغان لا يمكن أن يباشر خطة تبتعد عن هذا النهج الذي قاده إلى الآن بيضا بهذه الصورة وهذا ما ذكره وكرسه بيان البيت الأبيض بخصوص قبرص فقد أكد مرة أخرى على الديمقراطية وعلى دولة القانون وغير ذلك من هذه نفس الإشارات التي يمكن أن تقرر في كل مشاكل المنطقة إذا نحن أمام ترتيبين أساسيين هو الخلاف الذي وقع في هذه المحادثة بخصوص إدلب وخصوص الرد على روسيا وأن العملية كلها ستكون بالأساس تركيا وليس هناك دعم مباشر لوقف هذه الهجمة بالنسبة لروسيا هذه مهمة للغاية هناك خلاف آخر في ليبيا هناك خلاف اخر في قبرص وغير ذلك، اذا كل كل الملفات فيها خلافات ويجب ادارتها. بالنسبه لبوتين واردوغان هما يعرفان كيف يديران خلافاتهما. هذه الاليه نفسها هي التي يرغب فيها بايدن من اجل ابقاء الحلف، لكنه هو يركز بشكل كبير جدا على مساله الاس 400. هذا بالنسبه لبيضا اساسي جدا بابعاد التقنيه الروسيه بشكل كامل عن منظومه تركيا هو مع الصناعه ومع الصناعه الدفاعيه لتركيا لكنه لا يرغب برفع العقوبات لا لا اي عقوبات الان فهو لا يريد رفعها الا ان جمد جمدت المرحلة الثانية أو الصفقة الثانية بالنسبة للآس 400 كيف ت... كيف تعامل الأتراك؟ هم لديهم الآس 400 وأدخلوا فيها تعديلات كثيرة من أجل تتريكها وتبيئتها وتكييفها لكن المسألة هي بالنسبة للطلبية الثانية التي قدمت بخصوص الآس 400 فعندما سيناقش بايدن سيناقش وقف تسلم الاس 400، وهذا الذي يعني اننا نتحدث على ما ستتسلمه تركيا، وليس على الذي هو موجود. وهنا يصبح تصبح المناورة، لكن بالنسبة لبايدن واضح جدا انه قال وحسب البيان دائما بان الاس 400، هذه المنظومة تقوض بلفظه تقوض الفعاليه وتقوض الانسجام في داخل الحلف، مما يعني ان هناك ضغط فرنسي من الاتجاه الاخر، وهذا لديه لديه اكثر من جانب تطرقنا اليه. اذا العمليه كلها اليوم بالنسبه لهذه المحادثه حول ليبيا وحول سوريا. اولا هناك توضيح لموقف الامريكي بالنسبه للاتفاقيات الناجزه ما بين السراج وما بين تركيا ومهم جدا بالنسبه للامريكيين ان يدعموا هذا التواجد بالاساس والا تهدد روسيا حكومه الغرب والحكومه القادمه هناك كما كشفنا البارحه اللعبه الروسيه في شرق ليبيا وان اهم شيء يريده بوتين هو الوصول بالشرق الى الرئاسه وانذاك يمكن تمرير الجيش جيش الشرق الى انه شرق انه جيش كل ليبيا وتنتهي هذه المعضله. بالنسبه لسوريا مهم جدا بالنسبه للجميع أن يربط الأتراك ما بين التطورات العسكرية وما بين موجة اللجوء كي يربط مرة أخرى ما بين ما سيحدث لنقل اللاجئين وانتقالهم إلى أوروبا وما بين ما سيحدث الآن فهذا من الأمن الأوروبي والأمن الأمريكي ألا يزيد معدل اللاجئين كي لا يكون هناك اضطراب ثان في اتجاه إلى أوروبا وكل ما جرى من نقاش كان فيه خلاف خلاف في ليبيا خلاف في سوريا خلاف في ناكورني كاراباخ لأن بايدن يطالب بأن تكون المنظومة هي التي ستبتلع ناكورني كاراباخ وأذربيجان لما؟ لأنه بإزالة المنظومة الخاصة لتركيا واستغلال ان تكون تركيا من النيتو فهو يريد ابتلاع اذربيجان ليس كمنظومه تركمانيه وتركيه ونادي تركي ومجلس ناطق بالتركيه انما من داخل النيتو فهو يريد مباشره القفز الى النتيجه مع ناكورني كرباخ ولذلك فالاناضول اشارت الى ناكورني كرباخ وهنا هل يمكن ترسيم قواعد للناتو في هذه المنطقة على أساس أن تركيا هي للناتو هذه زاوية الزاوية الثانية هي بالنسبة لسوريا أيضا وبالنسبة لليبيا إن كان الحساب بهذا الشكل في ناكورني كارباخ على أساس أن يكون للحلف فإن تركيا ستكون باسم الحلف أيضا في ليبيا وأيضا وهذا ما يترتب عنه التزامات أخرى بالنسبة لسوريا كعضو من الناتو إذا اللعبة كانت هي في نفوذ تركي مقرون بإزالة الآس 400 والدخول مع تركيا في حالة مواجهة وليس التسوية مع روسيا وهذا مهم بالنسبة للتكتيكات واستراتيجية بايدن المهمة الثانية أفغانستان فحضور الأتراك حضور باسم الناتو فيجب ان يقرن ما تواجد تركيا في افغانستان بنفس ما سيجري عليه الامر في باقي المنظومه حيث يتواجد الاتراك. والاتراك يريدون هامشا تركه ترامب ليقومون بمنظومتهم الخاصه وبمجلسهم الناطق بالتركيه وغير ذلك. وهنا وجه الخلاف ان بايدن يريد مسح الدور التركي. لكن اردوغان لا يرغب باكثر من أن يكون الأقوى في العالم الإسلامي وأن يفرض شروطه ولذلك سنجد بشكل مباشر على أن المحادثة تمت وكلها على أساس إدارة الخلافات وليس على شيء آخر وهذا الذي سيجعل من الأتراك مرة أخرى سيتحرك بديناميتهم الخاصة وبحركياتهم في المنطقة على أساس أحادي الجانب وهذا لن يتخلى عنه اردوغان وهذا ما اشار اليه كالن بشكل مباشر وواضح بان التوافق لن يكون في كل من قبرص وليبيا وايضا بالنسبه لاذربيجان لان العمليه هناك معقده وهنا يمكن طرح الناتو هناك ما بعد مينيا وايضا في سوريا، فالاهم هو ما سيكون عليه الموقف في سوريا وفي شمال سوريا، التركي سيعتمد على نفسه فقط في هذه المهمه الجديده في شمال سوريا، لان بايدن لم يدلي بشيء بخصوص ما سيجري، لانه يربط كل الملف التركي بالاس 400 وبعد حسم الاس 400 يمكن ان نناقش الباقي، تماما كما يفاوض ايضا ايران، العوده الى ما قبل وأنذاك يمكن التحدث عن الاتفاق النووي. اهم ما يكرره من نفس الفريق المفاوض هو ان تبتعد الاس 400 قبل اي حديث اخر، بالنسبه للاتراك اليوم سيقيمون هل ستبقى تركيا بدون اس 400 خير ام انه بالاس 400 قد يكون الامر ايجابيا مع امريكا، ماذا ستعطي امريكا؟ هذا هو السؤال، بايدن لم يكشف بعد على ما ستقدمه وهناك طلبات مباشره هل هناك الجيل الجديد من باتريوت على اساس ترخيص فوق الاراضي التركيه؟ ثاني مساله آه العوده الى الاف 35 فورا وبدون شرط الا شرط الاس 400 وثالث مساله التي نوقشت ايضا هي بالنسبه للدور الاقليمي، الحفاظ على الدور الاقليمي آه بالنسبه لتركيا في ليبيا وقبرص ذكرت بالاسم وسوريا وهذا مهم جدا فهل سيوافق بايدن لا زالت الأمور بهذا الغموض الاستراتيجي الذي تنجزه هذه الإدارة لأنها ترغب في تقدمة أولى قبل أن نناقش وأنا ذاك يمكن فصل ملف عن آخر العودة إلى الاف 35 تساوي الاس 400 هذا هو شوهر المحادثة شكرا جزيلا وإلى اللقاء